جولة في صحف آسيا ونبدأها من الصين، حيث أفادت صحيفة الشاب أن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جونغ دعا بمناسبة الاحتفال بيوم الأمم المتحدة إلى بذل جهود أكبر لدعم التعددية في إطار المنظمة الأممية. وأكد المندوب الصيني، تضيف الصحيفة، أن كوفيد-19 ذكر العالم بأنه من خلال التمسك بالتعددية ودعم الأمم المتحدة وتعزيز التعاون والتضامن يمكن للعالم هزيمة المرض ومواجهة التحديات المستقبلية. وعلى صعيد آخر، كتبت تشاينا دايلي أن الرئيس الصيني تشي جين بين أعرب عن تطلعاته الكبيرة لمدرسي وطلاب الفنون بأن يحافظوا على إرث فنون الأوبرا الصينية التقليدية ويعملوا على تطويره، مشيرا إلى أن الأوبرا الصينية التقليدية هي كنز الثقافة الصينية. وفي الهند، تناولت صحيفة ذا إنديان إكسبريس تصريحات وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ الذي أشار إلى أن الهند ترغب في إعادة إرساء السلام على طول خط السيطرة الفعلية مع الصين، مؤكدا أن القوات المسلحة الهندية لن تتنازل عن شبر واحد من أراضيها للصين. وأضافت اليومية أن وزير الدفاع أدلى بتصريحاته خلال زيارة لمنطقة سيكيما الحدودية، حيث تفحص جاهزية الجيش خلال اجتماع رفيع المستوى في قاعدة سيليجوري العسكرية. وفي ملف آخر، كتبت هندوستان تايمز أن محافظ البنك المركزي الهندي قد تم تشخيص إصابته بفيروس كوفيد-19 يوم الأحد. وأوضحت اليومية أن العمل ببنك المركزي سيستمر بشكل طبيعي، في حين أن الاتصال بين المحافظ ونواب المحافظين وباقي المسؤولين الآخرين سيتم عبر تقنية الفيديو.